كل الكلام تمام، ولكن ايه اللي كان ممكن على الاقل، على الاقل ايه الاجراء اللي كان ممكن يتعمل؟ لا هنقدر نمنع مطره ولا نمنع تمام. سيول ولا نمنع كل الكلام ده، ده صعب جدا في اي دوله في العالم. عشان بس نبقى واضحين، هذه هي كارثه طبيعيه بيحصل في اي دوله في العالم. ايه اللي كان ممكن يتعمل يا فندم؟ قول لي يا احمد. ايه اتفضل. كارثه طبيعيه، اوكي ما اختلفناش ان حصلت، وقع الحدث. ايه هو اللي ممكن يتعمل عشان ننقذ ما يمكن انقاذ؟ مفيش اي تجهيزات موجوده. يعني النهارده دخلت الهيئه الاساسيه للقوات المسلحه النهارده الظهر، وهيئه الطرق والكباري فينهم من ثلاث ايام؟ فينهم ثاني يوم؟ فينهم يوم الجمعه؟ هقول الطريق ما كانش ينفع، لا كان ممكن الهيئه الهندسيه تدخل تتوظف في الطريق وتعدي كل الامكانيات اللي معاها، واحنا عارفين ان الجيش والقدس لها قادره على هذا. يبقى التقصير مين اللي ما بلغش الهيئه الهندسيه انها تدخل؟ مين اللي قصر في ان هم يدخلوا؟ مين يا فندم اللي ما بلغش؟ انا ما اعرفش مين. الدوله هي المسؤوله، الحكومه هي المسؤوله عندها، اذا كان المحافظ او رئيس مدينه او رئيس الحكومه نفسها. انا حامل مسؤوليه كل الجهات الحكوميه، كل المسؤولين، ان هم ما بلغوش ان احنا في كارثه حقيقيه. لما بلغوا ازاي؟ استهتروا بالموقف، افتكروا ان الموقف بسيط. الناس ماتت يا فندم، لما الناس تسمع ان حد مات في كارثه سيول يبقى اكيد الموقف خطير جدا. ان احنا ما نتفاعلش مع هذا الموضوع، واحنا كنواب بنستهدف كل يوم من الشعب. الشعب النهارده في الغردقه وراس غارب بيطالبوا من النواب تقدم استقالات. سياده النائب حضرتك فين دلوقتي؟ في الغردقه ولا في راس غارب؟ انا راجع من غارب في طريق غارب الغردقه، انا راجع لان الدنيا ظلمت في المناطق المنكوبه ما فيهاش كهرباء طبعا، لان ما ينفعش انه يطلع يشغل كهرباء والناس بتنام في اماكن. يعني حضرتك النهارده كنت مع الناس في الدايره وكده وتابعت الناس اه طبعا يا فندم، كل يوم. محمد بحلمي بيقول لك ان انا باجي في المناسبات راس غارب. لا يا فندم، وانا لما اروح غارب لازم اروح للمكتب عشان اقول له انا جيت. وان حضرتك بتكلم الغردقه مش هناك، ما تعرفش حاجه على اللي في راس غارب؟ لا يا فندم، لسه راس غارب، انا لسه انا جاي بطيني من راس غارب حاليا. وانا كنا وسط الناس، وفعلا القوات المسلحه شغاله حاليا، ابتدوا يشتغلوا من الساعه 2 الظهر. عملوا شغل كويس في الكام ساعه دول، كانوا في شغل كويس، حاول يطهروا الاماكن المنكوبه. لكن الناس اللي موجوده تروح فين؟ الناس اللي بيوتها اتهدمت، الناس اللي بيوتها كلها ميه 2 متر في البيت و3 متر، الناس دي تبات فين؟ طالبين ان الناس دي تسكن، يجهزوا لها مساكن تسكن فيها. طيب سياده اللواء حلمي، سياده اللواء محمد حلمي مره ثانيه. ايوه يا استاذ احمد، مع حضرتك. الناس وتسكين الناس، وده سؤال كمان ملح، والناس قالوا فيه يا استاذ الفاضل احنا منطقتين مجهزين لطلب الايواء. احدهما في مدرسه التربيه الفكريه. يا فندم في ناس تدخل في مدرسه يا فندم. لو سمحت يا لو سمحت يا سياده النائب، في شقه موجوده ما فيش شقه طول ما فيش. لو سمحت يا سياده النائب سيبني اتكلم. ما ينفعش يا محمد بيه الناس تقعد. لو سمحت يا سياده النائب سيبني اتكلم. مدارس ما تنفعش، انا عارف. لا 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 لا. طب يا سياده اللواء ما عندكوش شقه يا فندم؟ اتفضل يا سياده اللواء. احنا في عندنا لسه شقق تحت التجهيز. انت انتهي بقى. عندنا شقق تحت التجهيز. في شقق انتهت يا فندم، في شقق انتهت موجوده من لو سمحت يا سياده النائب سيبني اكمل كلامي. اتفضل يا فندم اتكلم. طب هو لو سمحت سيبني اكمل كلامي. طب سياده اللي هو بيصحح بس، بيقولوا انه في شقق موجوده، هل في شقق ولا لا؟ في شقق موجوده يا فندم تحت التجهيز، وفي شقق بتاعه وزاره الاسكان اللي هي بتاعه مشروع السيد رئيس الجمهوريه، ودي مخصصه للناس ولسه ما اتوزعتش عليهم. لا هتتوزع. ما نقدرش ندخل فيها حد دلوقتي في الظروف الحاليه، وهي على وشك التسليم لاصحابها. النهارده لما هيجي صاحب الشقه هيجي يطلع الناس من جوه وحد له شقه مسكونه. لا ده خلي الناس قاعده في الشارع، خلي الناس قاعده في الشارع. يا سياده النائب لو سمحت. يا فندم حل، احنا حل حضرتك، مش تقول لي الكلام ده، انا عايز حل. تقول لي ايه حل؟ مش تقول لي اسكت الناس. لو سمحت سيبني اتكلم. سيبني اتكلم يا سياده النائب، يا سياده النائب الموضوع مش دقيق، سيبني اتكلم. الكلام ده ما ينفعش عشان الناس تعرف الحقائق، ما تبقاش عارفه ان الناس بتهاجم للهجوم. يا عم انا مش بهاجم للهجوم، انا بقول لك حل. قول يا استاذ يا سياده النائب سيبني اكمل كلامي. يا محمد طيب. عشان الناس تعرف الحقائق. انا المسؤول هنا مش سيادتك. انا المسؤول هنا مش سيادتك. لا انا المسؤول مش انت. انا الراجل هنا، انا الراجل برلماني، انا المسؤول. انا اوضح الحقائق، سيبني اوضح الحقائق. انت مش سيادتك دلوقتي عملت المشكله. سيبني اوضح الحقائق. تفتح حاليا الشقق تدخل الناس، وفي موافقه من رئيس الوزراء بالكلام ده.
لو سمحت كابتن ماهر سيبني اكمل كلام. رئيس الوزراء قال اي حاجه يطلبوها انا موافق عليها، قال للسيد المحافظ الكلام ده وقالوا مداخله تليفونيه، قول له سيد رئيس الوزراء قال ايه؟ طيب تطلبوا يا سياده النائب. طب خلي سياده اللواء يقول اللي عنده يا فندم، اتفضل يا سياده اللواء. اتفضل يقول. ما يقولوش مدارس، مش عايز اسمع كلمه تفتح مدارس للناس دي، مش عايز اسمعها. دي مش حيوانات دي، دي بني ادمين. عايز شقق، عايز مكان يقعد عليه. سياده اللواء الشقق فين يا فندم؟ بيقول في شقق عندكم يا فندم، قول لي. ايوه يا فندم في شقق بتاعه الاسكان موجوده. طيب كويس. دي ناس متعاقده عليها ودافعه فلوسها. النهارده انا عشان اجيب حد مضار ادخله جوه الشقه في الوقت الراهن الشقه يعني ما فيش تسجيل. فين مساكن اللواء المجهزه في المدينه يا فندم؟ فينها يا سياده النائب؟ سيبني اتكلم يا فندم. تتكلم تقول ما فيش يا سيادتي. يا سياده النائب سيبني برضه. لا مفيش مشكلة يا استاذ احمد. يا سيادة النائب، طب سيادة النائب ادي فرصة يا سيادة النائب. سيادة اللواء اتفضل يا فندم بالراحة كده، قول رسالتك يا فندم اللي عند حضرتك. اتفضل يا سيادة اللواء. دلوقتي انا اقوله لك اللي هو هيقوله، انا اقوله لك.